وهذا فعلا ما يعكس هذا الحضور المميز. العلاقات الجزائرية المزنبقية على كل المستويات. نتابع إذن دائما هذه الصور المباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات لوصول وتوافد وفود التي يترأسها القادة الذين سوف يحضرون أشغال الدورة السابعة لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز. طبعا نتابع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، والذي وصل الآن في هذه اللحظات في استقباله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وهذا فعلا ما يعكس هذا الحضور المميز والالتفاف بهذه القمة التي تترأسها الجزائر، صورة تجمع بين قادة البلدين، وسوف نتحدث بعد قليل. تابعونا على المواقع التالية: